بالنسبة للناس اللي على الجيم والتعليم والسوفت وير وهذه الامور، اي حاجة نعرفها انا اروح مرحبا بك، الا مجال المدمج. نتمنى ان شاء الله تكون وصلت الرسالة هذه. خلي عندك تليجرام. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اذا هذا الفيديو يعني فيه رسالة راح نوجهها للذين لا زالوا يسألونني عن المدمج. ربما هذا الفيديو ما عندوش علاقة بالتربية. لاحظ اللي يشوف هنا في القناة نتاعي يفهم بانني خلاص ما بقاش عندي حاجة سميتها وعلاقة بال راح تشوف القناة كلها راهي عندها علاقة بالتربية، ما عندهاش حاجة سميتها المدمات. لاحظ راني في عامين ما نحطش فيديو ولا حاجة، حتى حاجة ما عندناش علاقة بالمدمات. راه والله العظيم تقول لي نشر فيديو لليهود على قناتك ولا المدمات، والله ننشر نتاع اليهود وما ننشرش نتاع المدمات. او لا احد فيكم يعرف او يقدر شدة الكره لهذا المجال هذا نتاع القرف، كله القرف هذا في موضوع المدمات. اني بصعوبة نضبط عصابي بالنسبة للناس اللي يسولني في قبل المدمات، والله لا بصعوبة باش نرد عليكم ونضبط عصابي باش ما نقولش كلام اللي ما سبحان الله. رانا في عامين وحنا نهضروا على الموضوع المدمات وقلنا خلاص صاي صاي صاي، واش بقى بغيتوا لنا نزيدوا نهبطوا الفيديوهات هذو قدام نمحوهم؟ يا خلاص موضوع المدمات حنا اللي حنا خلصنا منه، وما يزيدش واحد يسقسيني في موضوع المدمات. ما تلعباليش بوهالي، ما ديش روحك ما شفتش وجيني السلام عليكم عندي مدمة. با عندك مدمة كسروا، ما تقولي لا عندك مدمة ولا عندك مدمة. مانيش مسؤول على 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 تساويه ولا انني من ما ما تف... يا كان هذه نتحداكم تلقاو يوتيوبر اللي يقولها لكم. قلت لكم يا 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 اخوان اللي راه يتابعني على جال المدمات غير ينحي الاشتراك نتاعو من القناه. هذه ما تلقاوهاش واحد يقولها لكم. انا اللي قلتها لكم، قلت لكم اللي راه يتابعني على جال المدمات غير يسحب او الشعب هذا ما يصلحش. مش لا ما يصلحش، ديك الكلام العشوائي اللي تلقاوه في القهاوي او ما يصلحش. انا قادر هنا يعني نخصص لك ساعه ولا ساعتين نشرح لكم بالادله وكذا بانه الشعب هذا ما يصلحش في اغلبه. ما تقوليش حاشا البعض، الاغلبيه ما يصلحوش. او يقول لك حاربوا اليهود والنصارى، اليهود والنصارى راه من اللي عندنا، وقيس عليهم مش غير في مجال المدمات ولا في اليوتيوبر وكذا، راه في كل مجالات اليهود والنصارى راه من اللي معنا. كان نورمالمون القناه نتاعي من البدايه كما كنت موجهه للعرب وموجهه للقور كملت في ذاك المجال هذا، ومانيش حاب نكثر الهضره. اذا الحاجه الوحيده اللي بقات من بيني وبينكم هي اما انني نحذف او الفيديوهات عفوا هذه اللي راهي دايره النش هذا، والا كما كنت مكبر قلبنا وكنا خليناها قلنا خلينا من خلي اللي بغيت يستفد يستفد، ولكن انا ما نزيد نحطو خلاص، وانا هذا هو المبدا اللي كنت نخدم به. لكن مازال يتواصل موضوع المدامات هذا، مازال الناس يتواصل معايا يوميا يجيك ديك العشرة كذا، ما بقاش بداك، لكن مازال تجي ديك العشرة استاد عندي مدام استاد انا مدامات خلاص. بقات حاجه واحده وهي يعني هذه طباعنا وقيمنا ومبادئنا تفرض علينا هذه الحاجه. انا كي نحط حاجه ما نحطلكش حاجه كذوب، هذه وحده، واللي راه كان يتبع القناه يعرفها. الحاجه الثانيه، بما انه انا حطيت لك هذاك الفيديو فانا ملزم للملفات اللي تحتو اللي تلقاها في الديسكريبشن او في الوصف لازم تكون كاينه شغاله. انا ما نحطلكش فيديو من بعد ما يجي انت تخدم بالملفات ما تلقاهاش. لذلك واش كنت ندير، كنت نجدد الملفات. اذا انت بقات حاجه من بيني وبينك يا من يسالوا على المدام، وهي انك اذا لم تجد يعني كنت تتبع فيديو وما لقيتش الملف، ما قدرش تحمل الملف، تواصل معي قول لي الملف مش. ولهذا انا درت هذا الفيديو، ما درتوش غير تحذيري، درته نعاود نحذر فيه، ودرته ايضا باش نقول بانه اللي ما لقاش الملفات انا حط الملفات دائما في الرابط. هذا هو مجلد نتاعي على الميديا فاير. اين هي نعم هذا هو الملف نتاعي هنا اول مودال، تدخل هنا تلقى هذو الملفات. هاو ال 5172 الهواوي بي 310 الاو كذا الاف ولا الام اف 65 ام ملفات التحديثات البي 21 المدامات كامل اللي كنخدم عليها في القناه هاي هنايا على حسب كل مودال. شوف الموديل اللي راك تبحث عليه، والغالب يبحثوا على هذا، ودخل هنا وشوف واش هو. لاحظ هذو الملفات اللي قدامهم هذه العلامه الحمراء، هذه ملفات من بعد يعني خوارزميه الموقع هذا لو السيرفر تكتشف بانه فيهم اشياء مشبوهه او يعني تشتبه بهم كما يقولوا،
وتقوم بحظرهم. دوك انا نقدر نحمله بصح انت ما تقدرش تحمله بالنسبه لهذه اللي فيها العلامه الحمراء، اما بالنسبه للبقيه هذه تقدر تحملها عادي ومعروفه، لانه هذه الامور اي كما نقولوا امور جذريه راهي تخدم على البوتي وتخدم على 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 الراكوفر ولا تخدم على اشياء جذريه في هذه البرامج، فبالتالي لابد الويندوز يشتبه بها وانما هي ما فيهاش فيروسات. وكاين طريقه اخرى حطيتها اللي هي تيليجرام. انا درت قناه التليجرام حتى اني مانيش دايرها، شوف راني مانيش دايرها دايرها للجيم، لانه انا قناتي كتشوف في اليوتيوب انا وليت فتحت على جال القناه نتاعي هذه الاصليه خصصتها للتعليم، والقناه الثانيه درتها للجيم. انا هذو المجالات اللي عدت نخدم فيهم، انا هذو مصحابي بالنسبه حب تسول على الالعاب ويندوز هذه الامور ارواح مرحبا بك ما عنديش مشكل، المهم ما تحكيليش خبره. الحاجه الثانيه هنا تخبر التعليم، ما عندك حتى مشكل، روح سول لبحث الليل الصباح وقتاش لقيت انا الوقت انا نرد عليك ما عنديش مشكل. المدامات هادو لا، المدامات ما تزيدش واحد يسقسيني على المدامات. قلت درت قناه سميتها تيليجرام خاصه بالالعاب وحطيت في جزء منها، روح شوف هنا وين تلقى هنا وين تلقى هذا المدام. راعي هذا الملف راه فيه اغلب ملفات هذا البي 310، وكاين ملفات ادوات تصليح، وكاين ملف تغيير الايمي، وكاين نفس الشيء شينج ايمي، وكاين كذا، وكاين هذا البي 310، وحطيت روابط ملفات اخرى. وراني مره كيعيطوا لي الجماعه ويقولوا لي خاص الملف هذا ولا ما لقيناش الملف هذا، انا نعاود نحطه هنا. اذا انت خلي رابط هذه القناه تاع تيليجرام، اذا ما لقيتش ملف راح تلقاه فيها، او اطلب مني نعاود نرفعه نحطه لك على تيليجرام، لانه ما نقدرش نحطه تحت في الديسكريبشن. ديسكريبشن اليوتيوب راه اي فيديو لقاني حط فيه الروابط نتاع هادو لي جيسيرات اللي تقوم بالتريباري بهم وكذا راه يحذف لي الفيديو ويعطيني انذار. فلذلك انا مضطر انني نحط في الميديا فاير وما نحطش مباشره من الروابط. هذيك كل قناه نتاعي راه متبعها اليوتيوب، كل مره يعطيني انذار، كل مره يعطيني انذار على هذيك الروابط القديمه اللي كنت نحطها. اذا ما عادش قادر نحط الروابط، فبالتالي انا اروح للتليجرام، قناه التليجرام نتاعي تلقى هادو اللوجيسيالات اللي تحتاجهم. اذا ما لقيتهمش هنا كليكي هنا على في الاعلى هنا، وذهبي للاسفل هنا في الاسفل تلقى وسائط وملفات والروابط. بالنسبه للروابط ها، بالنسبه للملفات ها هي هنا، ابحث على الملف اللي راك اذا ما لقيتهش اروح للروابط هنا وكليكي على الميديا فاير هذا، يديك لهذا الملف هو هذا الملف مجلد هذا اللي فيه كل الملفات. فعندكم هذه زوج طرق. دروك انا ما عندي حتى مشكله كنديكلاري وتقول لي استاذ الروابط هذا ولا الفلاني ولا الملف هذا ما راه شيخ، انا وقتاش لقيت الوقت نعاود نرفع عليك الملف، ما عندي حتى مشكل، ما راحش نحتكر المعلومه، ما احتكرتها سابقا نحتكرها الان. لكن باش تسقسيني في قبل المدامات وما بغاش وما باش يصلح ليا وانا درت هذه ما تزيد تسقسينيش. انا وصلت لدرجه اني قلت لكم اللي راه مشارك معايا في القناه على جال المدامات غير يسحب، الا بغى يسحب يسحب. هذا واش عندي نهضر بالنسبه للناس اللي على الجيم والتعليم والسوفت وير وهذه الامور، اي حاجه نعرفها انا اروح مرحبا بي الا مجال المدامات. نتمنى ان شاء الله تكون وصلت الرساله هذه. خلي عندك تليجرام، خلي سميت القناه هذه او دير فيها اشتراك، دير اشتراك في هذه القناه، ها دير اشتراك في هذه القناه. كي دير اشتراك راك كي تدخل على القناه اي ملف وكذا تقدر تواصل معايا. الحقيقه راني مانيش دايرها، لاحظ وورد جيم ديزد مانيش حاطها اصلا للمدامات، لكن معليش نحط فيها ملفات المدامات اللي وما نشرحش، فقط نحط ملفات المدامات. اتمنى ما كنتش اثقلت عليكم، معذره اذا كان فيه نوع ما يعني عصبيه وتعصب يعني، لكن انا سئمت وذقت وضرعم بموضوع المدامات، فمعذرتني اخوان. السلام عليكم ورحمه الله.